لا رمضان صبحي طلب رحيل عن بيراميدز، ولا بيراميدز فكر في ان هو يستبدل رمضان صبحي لاي لاعب في مصر او حتى يمثل رمضان صبحي. لا يعقل، لا يعقل اداريا وفنيا لعيب بقيمه رمضان صبحي في الملعب، القيمه الفنيه بتاعته والقيمه الماليه اللي كلفت بيراميدز في صفقه انتقاله، ويمشي بعد ماتش واحد لمجرد انه حصل على طرد او لمجرد مهاجمه جمهور السوشيال ميديا. اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا جدا او شبه مستحيل ان بيراميدز يفكر ان هو يمشي رمضان صبحي. أمال رأيك، واللي كمان بتشكك إيه في الكلام اللي بيتقال يعني، والعمالين نسمعه خلال الفترة اللي فاتت؟ هو الكلام اللي بيتقال، اعتقد ان مصدر الشائعه دي او سبب انتشار الشائعه دي محاوله يعني اثاره الراي العام في اتجاه تاني غير مهاجمه رمضان صبحي بالنسبه لقضيه رمضان صبحي يعني وقضيه بيراميدز والزمالك. ووضع الزمالك في جمله مفيده في الصفقه دي لمجرد استغلال ظروف الزمالك في عدم الاستقرار او الفرقه بتعاني من بعض الازمات، فاعتقد هي ده السبب الوحيد اللي دخله الزمالك في الموضوع. في كلام كمان عن صفقة تبادلية مع الزمالك بمصطفى محمد، هل الكلام ده صحيح؟ الزمالك لم يتلقى اي طلب شفوي او رسمي من بيراميدز بضم مصطفى محمد او عرض رمضان صبحي على الزمالك. زي ما قلت لحضرتك بيراميدز ما بتفكرش في الموضوع ده. بالنسبه للزمالك، مصطفى محمد لن يرحل في فتره الانتقالات الشتويه دي الى نادي داخل مصر، رايح خارج مصر. هو اللاعب اثناء يعني من حاجات كده من الكواليس ان اثناء تواجده في اوضه اللبس مع زمايله في التمرين بيتكلم معاهم، انا همسك فتره الانتقالات اللي جايه سواء اللي هي في يناير او فبراير، همسك فتره الانتقالات اللي جايه، انا ماشي رايح تركيا، انا ماشي رايح اوروبا. واللاعب مش في تفكيره خالص ان هو ينضم لاي نادي.